تمام. بسم الله. 3 2 1 تفضلي. في منطقة قلب الشارقة أماكن كثيرة وعبق التراب الأصيل في كل الأكل. قلب الشارقة عبق التراث الأصيل في كل الأركان. أماكن كثيرة يمكن نمر من عندها مرور الكرام، لكن أنا حبيت أبتدي محطتي في فقرة قلب الشارقة من بيت الشامسي، نتعرف على قصتها من البداية إلى الآن. جاهزين؟ دولة الإمارات تمتلك إرث غني ومتنوع يرجع لآلاف السنين، ويعتبر فن العمارة نمط إبداعي خلاق يعكس تطور الدول ونمائها في هذا المجال الحيوي والمهم. تعود ملكية هذا البيت إلى المرحوم عبيد بن حمد الشامسي، واللي يرجع تاريخه إلى عام 1845. يتكون بيت الشامسي من طابقين و16 غرفة، 3 منها في الطابق العلوي، بالإضافة إلى الملاحق والسلالم والملاقف الهوائية المعروفة باسم البراجيل. في عام 1977 تم الانتهاء من الأعمال الترميمية الخاصة ببيت الشامسي، وأيضاً تم إنشاء 13 مرسم مجهز بكل المستلزمات لخدمة الفن والفنانين. وهذه المراسم تخصصها مؤسسة الشارقة للفنون للفنانين المحترفين اللي يمتلكون أعمال إبداعية، ولهذا السبب يسمى بيت الشامسي برواق الفنون. أعداد كبيرة من الفنانين يتوافدون من كل مكان في العالم للاستفادة من المراسم اللي موجودة في بيت الشامسي، وما ننسى أيضاً تصميم التراث العريق اللي يلهم الفنانين بالأفكار الإبداعية اللي تصنع بأيديهم.